يهدف مكتب التايكو بمدينة زويل أن يصبح حلقة وصل فعالة وحقيقية بين البحث العلمي في خطوة نحو تحقيق أهداف مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وكلبنة أولى لأحد أضلاع الهرم التكنولوجي. افتتح مكتب تايكو الذي يعد نواة لدعم الابتكار والتسويق التكنولوجي، يعظم الاستفادة من البحوث التطبيقية وبراءات الاختراع. ده يعتبر النواة الأولى للمركبة الثالثة للمدينة اللي هو هرم التكنولوجيا، وهو ده وظيفته ربط مخرجات البحث العلمي بالمجتمع، وازاي نحول مخرجات البحث العلمي لمنتج يفيد المجتمع، بما في ذلك بقى حماية الملكية الفكرية، عمل دراسة الجدوى لإنشاء شركات، الحصول على المستثمرين والإيجاد المستثمرين اللي بيساعدوا على نقل مخرج البحث العلمي. المكتب اللي هنا ده بيفتتح النهاردة رقم 42، في بعديه مكتب آخر 43، وإحنا بندشن المكتب ده على أساس إن هو في ثلاث محاور، في محور نقل التكنولوجيا TTO، وفي محور تاني الجايكو اللي هو دعم الابتكار من خلال المنح الدولية والمحلية، والمحور الثالث دعم الابتكار من خلال براءات الاختراع والملكية الفكرية. أهداف عدة يعمل مكتب تايكو لتحقيقها، منها تفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية، ربط الباحثين بالشركات الإنتاجية والمجتمعات الصناعية، فضلا عن تقديم الاستشارات والتمويل للباحثين. إن هدف المشروع دوت أنه يساعد الناس الباحثين انه يتحرك بيها لمرحله التسويق، انها تنزل السوق. غالبا الباحث بيفكر بفكر علمي قوي، ما بيقدرش يفكر في انه ازاي يبيع الحاجه دي او انه يحولها لحاجه ملموسه للناس تقدر تستفيد بيها وبيحط الفكره. فاحنا دورنا هنا انه احنا نساعده علشان يحقق ده. مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، صرح تكنولوجي يواكب كل ما هو جديد على صعيد البحث العلمي الذي يعد قاطره نهضه المجتمعات ويحقق التنميه الشامله. سالي سالم، اون لايف.